واش الدراري خويا راه تصرت راه وليت كنقدر نلوح جوج فيديوهات في 3 ايام اصاحبي شد الانجازات اصاحبي حيتاش الجزء الثاني ديال القصه ما بغيناش نبداو نتعطلوا وداكشي بنادم قايسب فيا بحال ديك المره قال لك اخويا علاش ما كملتيش لنا الجزء الثاني ديال ديك القصه وهي اصلا راه ما فيهاش الجزء الثاني وقلتها لهم ولكن ما بغاوش يفهموا المهم اللي ما فرش في البارت الاولى ديال هذه القصه هذه راه كاينه في الديسكريبشن ضروري تفرج فيها هي الاولى باش تبغيتي تفهم اخويا ما بغيتيش تفهم زيد دخل كمل دبر راس حيت اصلا الجوهر ديال القصه كيك من غير البارت الثاني والهرب ديالها راه كاينه غير هنايا ممكن يكون الجزء الاول ناقص شويه ولا شي حاجه ولا ما فيش شي لعيبه واعره ولكن الهربه ديال بصح كاينه غير في الجزء الثاني داكشي علاش لك انت باقي ما تفرجتيش في البارت الاولى سير تتفرج فيها وعاد باش تجي كمل هذا الفيديو هذا اخر حاجه قلناها في الجزء الاول وهي ان مارك شرى البي سي من بعد الخدمه اللي كان خدام في ذاك المطعم ومن بعد ما شرى ذاك البي سي ولا كيعمر بزاف في الانترنت وتبلى بها وتعرف على دريه سميتها ريتشل وهاد ريتشل اللي غيبقى يهضر معها بزاف ديال الوقت ومن بعد شي شهور ريتشل غادي تعرفوا على واحد الدري سميتو جون وهاد جون نفسه هو اللي كان ضربو مارك المهم هذا كان غير تذكير بالجزء الاول المهم هاد جون كانت عنده 14 عام وكان عايش مع والديه في نفس المدينه ديال مارك اللي هي مانشستر ولكن هو كان عايش في نواحي مانشستر يعني ماشي في القلب ديالها غير في الفيلاجات اللي دايرين بها وكان بعيد شويه على البلاصه اللي كان ساكن فيها مارك ولكن جون كان عايش مع عائله صعيبه شويه بحيت هو ما كيعرفش الاب الحقيقي ديالو وفي نفس الوقت امه كانت مجوزه براجل اخر وكان دائما الصداع بيناتهم في الدار وجون كان كيكره راجل مو ودائما كانت المشاكل في الدار وبالرغم من البلانات هادو كاملين جون كان ذكي وحتى في المدرسة كان كيقرا مزيان وحتى وانه كاع ما كان كيراجع بزاف في الدار بسبب المشاكل كان كيقدر يجيب مزيان في المدرسة ولكن كان فوق ما كيجي للدار كيبداو المشاكل والصداعات وهادشي اللي خلاه شويه منعزل وكانت احسن بلاصة عنده هي الانترنت حيت هي البلاصة الوحيدة اللي كان كيقدر يهرب ليها من المشاكل والصداع ديال الدار وكانوا عزاز عليه دوك الجروبات ديال الشات رومز ديما كيبقى داخل ليهم ومجمع مع الناس اللي كاينين تما وكان بعض المرات كيقدر يبقى حتى 12 ساعة هو غير مريح مكونيكتي بحيث كان كيمشي للمدرسة ومع كيرجع كيمشي نيشا للبيسي وحتى النعاس كان قليل فين كينعس مزيان حيت كان مدمن ديال بصح على الانترنت ومن بعد جون غادي يدخل لنفس الجروب اللي كان داخل فيه مارك وصاحبته ريتشل اللي عرفتهم على بعضياتهم ولاو هاد الثلاثة دايما مجمعين في ذاك الجروب وكيعرفوا بعضياتهم بزاف وحتى مارك وجون ولاو 20 وفي نفس الوقت مارك وريتشل صافي هادوك ولاو كيبغيو بعضياتهم وعادة ملي كيدخلوا الجروب كان مارك وجون كيحلوا الكاميرات ديالهم وكانوا كيقدروا يشوفوا بعضياتهم ولكن ريتشل ما كانتش كتخدمها وفوق ما مارك كيقول ليها خدم الكاميرا نشوفك كانت كتبقى تهرب وتقول ليه ما عنديش كاميرا ولا كنحشم ولا كل مره كتبقى تلقى ليه عذر وحتى فاش كيقول ليها شري كاميرا كتبقى تقول ليه ما عنديش فلوس وكتبقى تهرب وكل مره مارك فاش كيجبد الموضوع ديال الكاميرا ريتشل كتبقى تهرب وتبقى تلقى الاعذار ولكن في واحد النهار ريتشل غادي تقول عندي واحد الفكرة وقالت ليه خلينا نتلاقاو في الواقع وديك الساعة مارك هو يتحمس ولكن في نفس الوقت كان خايف حيت كانت بالنسبة ليه تجربة جديدة انه غادي يتلاقى درية وخصوصا ان الدرية كيعرفها غير في الانترنت مهم من بعد حدوا البلاصة والوقت فين غيتلاقاو ومارك مشى في نفس الوقت اللي دارو وبقى كيتسنى تما كاينة ولكن ما جاتش وهو يرجع للدار من بعد ساعات طويلة هو كيتسنى وصيفط لها ميساج وقال ليها علاش ما جيتيش وهي تقول ليه غير سمح ليا ما قدرتش نجي حيت العائلة ديالي عكسوا معايا صافي قال ليها ما كاينش مشكل ومن بعد داروا موعد جديد ولكن هاد المرة مارك اللي ما قدرش يمشي حيت في الوقت اللي بغى يخرج يمشي جاتو الخلعة وما قدرش يتلاقاها في الواقع وداز الوقت وعاودوا داروا موعد جديد ولكن نفس البلان كيبقى يتعاود ما كيقدروش يتلاقاو وبقاو على هاد الحالة وكل مرة واحد منهم كيبقى يقع اعذار ويتهرب ومن بعد هما يقرروا انهم يبقاو غير في الانترنت يعني يبقاو يهضروا غير تما وتا واحد ما كان معترض على هاد البلان بالعكس كانت العلاقة ديالهم كبرات كتر
ونفس البلان بين جون ومارك حتى هما ولاو 20 ديال بصح. ومن بعد شهر من هذا الشيء غيدخل عضو جديد للجروب باسم كيفن، وهذا كيفن دخل معهم للشات العام، ونيشان عرف راسو على انه مجرم وستوكر اللي كتعني ان شي واحد كيتبع الضحايا ديالو باش يقتلهم ولا يعذبهم. ولكن قاعدوا كل في الجروب حتى واحد ما تسوق ليه ولا عطاه اهتمام، قالوا هذا غير شي دري صغير كيحاول يبين راسو قدام بنادم باش ياخذ شويه الاهتمام. ولكن في الغد ليه مارك غادي يشعل البي سي وغادي يلقى ميساج من كيفن، وهذا الميساج كان كيقول فيه: كيفن، انا عارف انك انت مصاحب مع ريتشل، وبغيت غير نقول لك انني اختطفتها وناوي نغتصبها الا اذا حليتي الكاميرا ودرتي داكشي اللي غنقول لك بالضبط. مارك في هذه اللحظه تصدم وتخلع ديال بصح، ومشى نيشان صيفط ميساج لجون باش يطلب منه المساعده ويعرف شنو يدير. وجون حتى هو قال ليه الصراحه: انا تخربقت حيت بصح ريتشل اليوم كاع ما دخلت للشات، مع انها دائما مولفه كتدخل الجروب كل نهار. وهاد اللحظه مارك تخلع وبدا بشويه بشويه كيتيق في الهضره اللي قال ليه كيفن، واقتنع انه راه بصح كيفن اختطفها. وهو يقول له جون: صبر بعد شويه نتسناو، ما تعرف ريتشل تدخل الشات. ولكن واخا هكاك دازت ساعات طويله ووالو ريتشل ما دخلاتش. والمشكل ان ريتشل عمرها غابت على الجروب هاد المده كامله من نهار تعرفوا على بعضياتهم. ومارك صافي هنا ولا مقتنع ان كيفن راه اختطفها وناوي يغتصبها ويقتلها. ومشى نيشان صيفط له ميساج وقال له: انا مستعد ندير اي حاجه تقولها ليا غير باش تطلق ريتشل وما تاديهاش. وهنا كيفن قال لمارك يحل الكاميرا ويدير شي حوايج في شكل بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديالها، مهم كتبقى شي حوايج خايبه. ومن بعد ما سالاو قال كيفن لمارك انه غادي يوفي بوعده ويطلق ريتشل. والغد ليه دخل مارك للجروب وهو مخلوع، ولكن كاع ديك الخلعه مشات ملي بانت ليه ريتشل داخل الجروب. وهو يدخل دو معاها وسولها واش بخير، وقالت ليه: انا بخير، وكيفن راه ما ادانيش. وقالت ليه: انا عارف هذاك الشيء اللي اضطريتي دير باش كيفن يطلقني وبقات كتشكر فيه. وقالت ليه باغا تشكرو بشكل شخصي، يعني تلاقاو وحدو عاوتاني البلاصه والوقت اللي غادي تلاقاو فيه. ولكن نفس البلان كيعاود يطرى، مارك كيمشي للبلاصه اللي داروا فيها وبقى كيتسنى، ولكن ريتشل عاوتاني ما جاتش. ومن بعد شويه ديال الوقت مارك رجع للدار ودخل الجروب، ولكن ريتشل ما كانتش داخله. وسول جون قال ليه: واش ما دخلاتش ريتشل؟ قال ليه: لا ما شفتهاش اليوم. وهو يمشي للجروب العام باش يسول اللي كاينين تما واش شي حد شاف ريتشل ولا دوا معاها، ولكن كلهم كان عندهم جواب واحد، هو انه حتى شي حد ما شافها. والغد ليه مارك غادي يسمع اشاعه دايره في الجروب تتقول ان كيفن اختطف ريتشل للمره الثانيه، ولكن هذه المره ناوي يغتصبها ويقتلها. ومارك تخلع وما قدرش يعرف حتى شكون قال هذه الهضره. ولكن في ذاك الوقت ريتشل كاع ما بانت في ذاك النهار، وحتى كيفن ما دخلش للجروب، وهذا الشيء اللي خلى مارك يتيق ان بصح كيفن قتل ريتشل. وبالرغم من الحزن والكآبه اللي جات مارك، بقى ديما اونلاين في الجروب وكل نهار كيدخل. وبما ان ريتشل ما بقاتش ولا مارك وجون غير بوحدهم في الجروب، وزادوا ولاو 20 كثر لدرجه واحد النهار غادي يتلاقاو في الواقع. وبقاو دائما كيتلاقاو تقريبا شي شهر، وبعدها غادي تبان واحد الشخصيه جديده في الجروب. وهذه الشخصيه كانت مراه وعرفت راسها في الجروب العام انها سميتها جانيت. وهذه جانيت غادي تصيفط ميساج لمارك وقالت ليه انها راه مزوجه وعندها جوج ولاد، ولكن هذا الشيء غير مغطيه به داكشي الحقيقي اللي كدير في الحياه ديالها، وانها في الواقع عميله سريه في المخابرات وهي ثالث اقوى مراه في بريطانيا. وقالت ليه انها باغا تجندو وتدربو باش يولي عميل سري في المخابرات بحالها. وقالت ليه لو وافق ونجح في المهمات اللي غادي تعطيه غادي يجمع ثروه كبيره، وزائد انها غادي تولي عشيرته، وانه غيفقد عقله اللي شافها مباشره بكثره ما زوينه. وبطبيعه الحال هاد الهضره كتبان في شكل وصعيب شي واحد انه يتيقها، ولكن مارك كتعرف كان مراهق وما كانش عنده خبره في الانترنت، وكان ساهل انك تضحك عليه. ومع انه كان يلاه خارج من ازمه عاطفيه ديال ريتشل، وفوق هادشي جانيت عرضت عليه اي حاجه كيتمناها شي دري في عمر مارك، يعني يولي عميل سري وعنده ثروه وزائد هادشي كامل صاحبته، يعني شكون بحاله. وهادشي اللي خلاه يتيق بالزربه واي حاجه قالتها ليه جانيت بلا ما يفكر. ومن بعد هو يقول لها: انا موافق على اي حاجه. وقالت ليه: جانيت خاصك تمشي لندن باش تبدا العمليه ديال التجنيد، وتما غادي تتلاقى مع رئيس المخابرات ورئيس الوزراء وحتى من الملكه. ولكن مارك قال لها: انا ساكن مع عائلتي، يعني كيفاش غادي نقنعهم يخليوني نمشي لندن؟ وردت عليه جانيت قالت ليه: ما تبرزتش راسك بهذا الشيء، انا غادي نتكلف بكل شيء وغنهضر مع والديك. وفي هذه اللحظه مارك حس بالراحه وقال لها: صافي همتى غادي نمشي لندن؟ وقالت ليه جانيت: قبل ما
تمشي خاص ضروري نعطيك شي مهمات باش ديرهم وتنجح فيهم. ورد عليها مارك قال لها صافي انا موافق اي وقت بغيتي عيطي ليا. وهنا جانيت بدات كتشرح ليه علاش اختاروه هو بالضبط باش يولي عامل سري، وقالت ليه انها راه عارفاه هو عشير جون، وقالت ليه ان جون راه شخص مهم وسميته الحقيقيه ماشي جون وانما جيمس بيل، وما نقدرش نقول لك علاش هو شخص مهم حتى تنجح في المهمات اللي غادي نعطيك. ومارك كان متعجب كيقول علاش جون بالضبط غادي يكون شخص مهم، ولكن جانيت كانت كتعطيه بزاف ديال المعلومات على جون وحياته الشخصيه اللي صعيب شي واحد يعرفها الا بصح شي حد خدام في المخابرات. ومن بعد ما اقتنع مارك قالت جانيت شنو بغيتيني ندير لك، قالت ليه بغيتك غدا تمشي للمدرسه ديال جون او جيمس بيل وتمشي معاه الموعد عند الطبيب ديال السنان وتكون بحال الحارس ديالو الشخصي، وباغي نتاكدوا انك تقدر تحميه كيف ما قلت لك هو شخص مهم. وهو يسولها مارك قال لها واش بصح عنده موعد عند طبيب سنان غدا، قالت ليه اه راه عنده وغادي تتاكد ملي تمشي عنده. وصافي وافق مارك على المهمه، وفعلا الغد ليه مشى عند جون المدرسه ديالو باش يطلب المدير يخليه يخرجوا. والاداره عيطت لجون من القسم واكد لهم انه عنده موعد عند طبيب سنان، وعودات الاداره عيطت لجون باش يسولوها نيت واكدت لهم انه راه عنده موعد ولكن كانوا ناويين ياجلوه. وقالوا لها الاداره ان عشيرو جون راه كاين معاه وبغى يديه. ومت جون كانت تعرف مارك وقالت مع ان مارك كبر من جون يعني ما غاديش طرا شي حاجه، وقالت لهم صافي خليه. وصافي خلوهم الاداره يمشيو. وفي الطريق جون هو يسول مارك قال ليه كيفاش عرفتي انني راه عندي موعد عند الطبيب ديال السنان، ويقول ليه مارك ما نقدر نقول لك والو دابا والمهم انني غادي نمشي معاك عند الطبيب. جون تعجب وما فهم والو، ولكن قال ليه صافي ماشي مشكل. وملي سالاو من الطبيب ديال السنان كملوا النهار مع بعضياتهم حتى وصل مارك لجون لدارهم. ومن بعد ما رجع مارك للدار دخل الجروب ويلقى جانيت كتسناه، وقال لها انه راه دار كاع داكشي اللي قالت ليه، وهي تقول ليه راه عارفه انك كملتي المهمه حيت كانوا عندنا عملاء تابعينكم كاع داك الوقت وعرفوكم فين مشيتوا وشنو درتوا وحتى شنو كنتوا لابسين. وهنا مارك صافي ولا داير الثقه العاميه في جانيت، وحتى داك شويه الشك اللي كان عنده ما بقاش، وقال في نفسه انها كيفاش تعرف هادشي كامل الا ولا كانت بصح خدامه في المخابرات. ومن بعد جانيت قالت ليه ان بزاف ديال الناس كيشوفوهم في حياته راهم خدامين في المخابرات، منهم اساتذه ومالين طاكسي وحتى اللي خدامين في المحلات، وخلاتهم اقتنع ان راه كاع الناس جواسيس. ولكن من بعد قالت ليه كلهم جواسيس عاديين، ولكن انت بغيتك تكون احسن عامل فيهم كاملين وبغيتك تكون غني ومتزوج بيك. هذه هي الوعود والاحلام اللي رسمتها جانيت في عقل مارك، وهو تا هو كان تيق كل شيء بلا حتى شي اعتراض ومستعد يدير اي حاجه باش يوصل الاحلام اللي عطاته. وبعدها جانيت قالت لمارك بما انك نجحتي في اول مهمه دابا نقدر نقول لك شكون هو جيمس بيل اللي هو عشيرك جون وعلاش هو شخص مهم. وقالت ليه السر هو ان كاينه خزانه كبيره تحت البحر، وهاد الخزانه فيها بزاف ديال المليارات ديال الملكه ودول قليله اللي كيعرفوها، وجيمس بيل اللي هو عشيرك هو السيرود ديال ديك الخزانه حيت انها ما كتحلش الا بالجسم ديال جون، يعني ضروري خاص الجسد ديال جون يكون قدام الخزانه باش تحل. وهذا السبب اللي خلى جون شخص مهم، وهذا الشيء علاش بغيتك تبقى مع جون كل نهار وتكون الحارس الشخصي ديالو، والفلوس ديالك راه غتبقى تزاد في كل مهمه غادي تنجح فيها. وبقاو على هذا الحال شهور، وكل مره جانيت كتطلب من جون شي حاجه في شكل لحد ما وصل نهار 28 يونيو في 2003. وهذا النهار قالت جانيت لمارك انه غادي ينفذ اخر مهمه ولا نجح فيها غادي يقدر يمشي لندن باش يولي عميل سري. ومارك في هذه اللحظه فرح وقالت ليه جانيت هذه غتكون اصعب مهمه من المهمات اللي عطيتك، وهي انك خاصك ضروري تقتل عشيرك جون. مارك تصدم وقال لها علاش غادي نقتلو، وهي تقول ليه ان الصحه ديال جون ما غاداش مزيان وخا يبان لك من برا بخير، ولكن راه التحليلات اللي درنا لقيناه مريض بالسرطان خطر يموت في اي لحظه، ولكن لا شي دوله من الدول الاخرين اكتشفوا هذا الشيء يستغلوا الفرصه وياخذوا باش يحلوا به الخزانه، داكشي علاش حنا خاصنا نسبقوا الاحداث ونقتلوه ونخليو الجسد ديالو فشي بلاصه مخبيه. ولكن مارك ما اقتنعش بهذا الشيء بالزربه، وبقات عليه جانيت كتعمر ليه فراسو وكتقنع فيه، واكدت ليه ان غادي تكون مع البوليس اللي غادي يجيو البلاصه اللي يقتل فيها جون، وانها غادي تكون لابسه الحوايج ديال البوليس وتحميه وما تخلي حتى شي واحد يعتقله وما غادي يطرى ليه والو. كما العاده مارك فاش سمع هذا الشيء وافق نيشان ومشى خدا الموس من الكوزينه. والغد ليه اللي هو 29 يونيو 2003 غادي تطرى الجريمه اللي دوينا عليها في الاول ديال الفيديو، ملي مارك خدت جون للزنقه ضيقه بعيده على الشارع العام
والكاميرات وضربوا بالموز. وهي فاش قال ليه انه راه عزيز عليه ولا عرف التفاصيل غيتفهم الموقف ديالو. بقى طايح جون شي 20 دقيقه لحد ما وصلوا البوليس، وخد جون مشى ليه بزاف ديال الدم ما ماتش. ومارك اعتقلوه بعد ما عرفوا شنو دار، ودابا مارك كيسول فينا هي جانيت وكيقول لهم راه جات غادي تفسر لكم كل شيء. والمحققين كانوا مصطومين ديال بصح من هذه القصه اللي عاود لهم، لكن مارك كانت باينه فيه كيقلب على جانيت من نيتو انه كاع داكشي اللي قال صحيح، وكان تيق ديك الهضره اللي كيقول. ومن تما البوليس خلاو مارك ومشاو للدار ديالو باش يشوفوا البيسي اللي كان خدام فيه. ومن بعد شي فتره ديال التحليل في الكونفرساسيون اللي كانت دايره بيناتهم، اكتشفوا المحققين ان اغلب الشخصيات اللي كان كيهضر معاهم مارك هي شخصيات وهميه، ريتشل وكيفن وجانيت. والدليل اللي عندهم هو ان كلمه ميبي كتكتب هكا، ولكن كاع الشخصيات اللي كان كيهضر معاهم مارك كانوا كيكتبوها غلط وبهذه الطريقه اللي قدامكم. وهذا اكبر دليل اللي خلى المحققين يعرفوا ان كاع الشخصيات هي في الحقيقه غير شخص واحد، حيت كلهم كانوا كيكتبوا كلمه ميبي غلط وبنفس الطريقه، ولكن شخصيه واحده اللي حقيقيه وكانت كتغلط فيها وهو جون. يعني جون اللي كان كيمثل لمارك كاع هاد الشخصيات، وفي الحقيقه جون كان هو اللي صايب داك الجروب. وكاع الشخصيات اللي كانوا في الجروب تقريبا 150 شخصيه كانوا كلهم غير جون، والشخص الوحيد الحقيقي اللي في داك الجروب من غير جون هو مارك. وكاع هادشي عرفوا المحققين من اللي كانوا كيقلبوا البيسي ديال جون، وجون اعترف انه هو اللي كان كيلعب كاع دوك الشخصيات وانه هو اللي خطط لكل شيء. والمشكله ان جون هو اللي قنع مارك باش يقتلو. ومارك كاع الشخصيات اللي هضر معاهم شك فيهم، ولكن الوحيد اللي ما شكش فيه بتاتا هو عشيرو جون. وما عرف هادشي حتى القاعه ديال المحكمه ملي سمع جون بنفسه كيعترف انه كان كيمثل كاع دوك الشخصيات. تخيل دابا قمه الصدمه اللي وقع فيها مارك ديك اللحظه ملي عرف ان داكشي كامل اللي كان تيق صدق غير نكته صنعها ليه جون. والقاضي قال لهم هاد القصه حتى الا جبنا احسن واحد كيكتب القصص ما غيقدرش يدير بحالها. وفي الاخر جون تهموه بجريمه تخطيط القتل لنفسه، اغرب حكم ممكن تسمعوه في حياتك، واحد مخطط باش يقتل راسه. ومارك تهموه بمحاوله القتل، ولكن بسبب هاد الظروف اللي في شكل ان الدراري غير قاصرين، القاضي ما دخلهمش للحبس، ولكن حكم عليهم انهم يبقاو تحت المراقبه وما يدخلوش للانترنت لمده عام، وحتى شي واحد ما يتلاقى فيهم بالاخر. المشكله حتى السبب اللي غادي يخلي جون يخطط باش يقتل راسو ما معروفش كاع،